نك السوق برا جاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشية في مباسو ماري كانك السوق برا جاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 صوت كلها هوني ثقافوت كيشاب قتل عنكبوت جوجل جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل برشية في مباسو ماري كانك السوق برا جاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشية في مباسو ماري كانك السوق برا جاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا هذه راسين كاري للسبعة يا فام راسين كاري سامي بن نور مرحبا بكم وين ما كنتوا شكرا لاختياركم يا فام هذه راسين كاري حتى للسبعة معاكم عنا العملية تاع التعقيم ديما لازم نقوموا بها في الاستوديو دونك سبنا ساعات كلكو سكوند تاع تأخير سعداء نكونوا معاكم والحلقة تاع اليوم بطبيعة الحال في جروب هذايا ما فيهش كرونيكوز طبعا نشوف البرفورمانس بتاع الجروب هذايا من غير الكرونيكوز شو نجم يعطي ولكننا سعداء باش انه يرجع لنا عبد الستار عميمو اهلا وسهلا فيكم وي غبت البارح وقت البارح معناها غيابك طال جيت نهار الاثنين ما عنديش نهار الاثنين نخدم يا اخي خذيت بقعد ثلاثة ولا أربعة معناها مش وريك نهار كرفتونا دوبل دوبل مرحبا بك عبد الستار يلا يرجع لنا كذلك شادي عرفاوي سعيد مرحبا اختال مبروك ان شاء الله نعديو مسي حلوه مع بعضنا في راسين كاري رمز المعلومات والثقافه يعني يا ولدي ما تشكرش روحك ماهوش باهي راه هاي محلاها دبوس المالي قدامي ياسر حلوه لا تشكر روحك قول المستمعين والله شيخ على دبوس المال هذيا ديليس ياسر حلوه ليليغونس في الدبوزه زيرو كيل دراشنو نترات وتحفونا ياسر ونحن باش نشربوها في راسين كاري طيب مرقى ما يقول ريت على يساري ارجع ناس بالملك لك شوني البارح ولا سي سي مرحبا ناس يبدا هوني كاينو مش هون لا لا ولا لا مرحبا ناس الكل ابدا الاتاك مرحبا ناس الكل تو باش نحضرك في الكونتر اتاك وحكينا البارح على الكونتر على الكونتر سترايك دونك انا وشير اليوم كونتر سترايك سلام على ناس الكل مستمعين الكل ونبوسهم بوسه كبيره خاطر جميله مش هون رابعهم غازي عيادي انا نشوف الدخله اخرى اليوم الساده المستمعين فنيا يحبوا كل ديما ولو يقولوا لي خويا ادخل لنا بالفن بالحق انا باش نقول لهم في شي فايده نزيد نخبي ترم علي ملك روحي ولبي ترم في شي فايده نزيد نخبي ترم علي ملك روحي ولبي ترم ولا نخلي السر مخبي ولا نخلي السر مخبي يا هل ترى شكون يفهم حبي عسكنا في ممو قلبي الله تحية للسادة المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا ونعرف اليوم برشا وكثار يا سامي ما ناش نفخروا في روحنا مي والله العظيم في كل مكان نمشي ولو وزمان وخمسة وعشرين سنة عندي في هالمهنة هذه الحلوة برشا الناس باقي تسألني على راسين كاري بس بيان الكل يعطيكم الصحة فيه طاوميو مرحبا بهم مستمعينا يتفاعلوا معنا على الباج كما قلت الباج فيسبوك يا فام خذوا طريق السلامة إن شاء الله إذا كان مروحين مرحبا بكم في الكهرباء في الدار وين ما كنتوا في تونس ولا في خارجها نرجع لكم لراسين كاري ولكن قبل إنس في إيفام أنفو ترافيك إيفام أنفو ترافيك عسلامة ومرحبا بكم على إيفام في تونس الضغط بدا على جي بي 8 نيفو شرقية في اتجاه حي نزهة فما تعطيل على جي بي 10 للي جاي من سكرة في اتجاه أريانا نيفو برج لوزير على إكس 2 الحركة رزينة من ميتويل فيل في اتجاه المنزه فما زاد اكتظاظ في شارع عبد العزيز الثعالبي من جهتي نيفو المنزه 9 والحركة معطلة على إكس 20 نيفو حدائق المنزه في اتجاه حي رفاها الضغط بدا في شارع محمد الخامس للي جاي من بلاس باستور في اتجاه الباساج فما زاد اكتظاظ نيفو نفق باب السويقة فما ضغط على سورتي ويست من جهتي
زين نيفو حي المستيري في حي السلامة الزهروني. في المروج الحركة زينة نيفو الباركور دو سانتي، فما تعطيل على الاخ 33 للي جايين من بير القصعة في اتجاه المروج، وفما ضغط نيفو غونبون سوق الكراهب للي جايين من حي الهضاء. الحركة بدات تتعطل في خارج تونس الجنوبية من لوتوروت 1 نيفو دي بوزفيل، فما اكتظاظ في شارع محمد الخامس للي جايين من خير الدين في اتجاه الكرام نيفو المعرض. على الاخ 23 فما ضغط نيفو الغولي في اتجاه جامارت، سينون الحركة عادية في تونس وفي بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيك، واللي عنده معلومه تهم الكاي سينجم كلامنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه، سيسوا روحكم في الكايس وطريق السلامه للناس الكل. هو وقت صلاه المغرب في مدينه تونس. Le Mac du week-end, je vous confie mon sponsor Maya et Nahal Al-Khalsi et toute mon équipe de choc. Il y a tous comme Nasa, Ahfaz Saha, Tarbia ou le coaching, des astuces pour le beauté, la mode ou le cuisine, les bons plans, les lailles, l'alcool, ou qui m'a cool week-end, qui l'a radan et arfa à la marque de ton saïa jida. Tous équipes, ça y est, bah tendance, je coupe chez Chouto. Donc, allez, qu'est-ce que tu as? T'as voyagé à trop chouette, t'as bossé, t'as glissé, laissé, l'un de tes dettes de dac, haou, que c'est bon, bni. تعرفوا لقيت هذين تعرفوا على ماركة جديدة، دونك هذايا أبل اللي عنده ماركة ويحب يجيب حذانا نزيدي بات. حتى اللي يغشخش الكل قلة النوم هو اللي يخلي المرأة تسمن، يخلي شعرها يتيح، يخليها ستريسي، هو راح من القهوة تكحلك القحرة وتسكر الباب. خلي راجل يتفرهد في القهوة على روحه وامشي اربح نومتك، وفي الويكاند هكا الشيخ امشي وراجلك. لا انا على ذاك تو انا قاعد نكتب مقبلك باش كل واحد باش نجيب له الحجر نتاعي. En fait, il faut toujours comparer les vitamines à un match de football. Eh, qui fait ? Ils me lèvent bien le coup de terrain. Ah, bien. Le Mac du week-end, saison 7, nahar 7 ou lahat, m'l'achra nos sonar. Ala IFM, ahla radio. نعرفوا غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا، نعرفوا الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر، ناخذ عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون أون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بأعصوم أون توت سيكوريتي. والأكثر معلومات كلمونا على 36 0 18 ألف. Suiveur, votre spécialiste de la facturation en ligne. بكل أمل وتفاؤل نشدوا ثنية كل يوم لقضيتنا ومسؤولياتنا، ردين بالنا لا خوف يوقفنا ولا مرض. على خاطركم عزيز علينا، سلامتكم وسلامة كرهبكم تهمنا. أولا إنرجي تهدي لكم حتى 20% تخفيض على زيوت الموتور أكسل وديوماكس، وتوفر لكم دياغنوستيك وتعقيم كامل للكهرباء وبرشا كدوات. الأكثر معلومات تابعونا على الباش فيسبوك أولا إنرجي تونيزي. مع أولا إنرجي سلامتكم تهمنا. أحلى ضحكة. إيجي جي جي عندي ما نحكي معك. إيجي إيجي حضرت غدوة درس متاع ابن خلدون. أي حضرت وشربت ماء. باهي من هو ابن خلدون؟ مقاوم. ابن خلدون مقاوم؟ يا ولدي عالم، عالم كاتب مقدمة قد راسك، قلب التاريخ للبشرية والمسار الديمقراطي والحوار الوطني، تقولي مقاول؟ هنا في شيء ذي ما يأخذ مقاول. بجاه ربي وين قريتها مقاول؟ شكون عمل حي ابن خلدون؟ به يا عزيز، هاو جاي البلتان، هاه كان ما نقدكش ونحطك على الشريطة، استنى ساعة، يا أخي البلتانات الكل وصلوا، وأنت وين البلتان تاعك؟ أي جات. إي ويني؟ مدينة طفول صاحبي قراي، مش يرجع بها أبوه. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، يا فام، راسين كاري، ساجي بالنور. رجعنا في راسين كاري، مرحبا بكم مجددا مستمعينا. سؤالي الاول يقول شنو عملت مايكروسوفت في 2015 في سياستها لانتداب موظفيها؟ مايكروسوفت هذا العملاق العالمي باش ينتدب موظفين، عمل حاجه شنو هي؟ ابليكاسيون هبت انونس في الجريده. انا راحت ابليكاسيون يدخلوا باش عمل مسابقه بدات. لا ابليكاسيون بشي في الانتداب بتاع الموظفين، كان فما بروفيل معين اعتنى به، شرط اعتنى به في الانتداب الجانب الصحي، يعني ما يتكيفوش ما يدخنوش ولا لينوفايون حاجه هكا قريب. عبد الستار التوحد هو التوحد. دخلت مايكروسوفت ليزوتيست ايمانا منها بانه ليزوتيست عندهم صعوبات باش يعملوا تكوين ولا ستاج كي يكبروا. قررت مايكروسوفت في افريل 2015 انها تعمل برنامج بيلوت باش تدخل دي انفورماتيسيان
أوتيست واللي عندهم قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالمعلومة واللانجاج كودي والرياضيات عكس ما يتصور الناس أنهم هما ما نجموش يعملوا بتاتر ويقوموا بأحسن وجه بالحاجات هذوما. باش يخدموا وقت كامل في ريدموند سياج المجموعة العالمية في شمال غرب الولايات المتحدة بالاشتراك مع شركات دنماركية. الأوتيزم ولا التوحد ما هوش مرض, مرض. ولكنه تخوبل في تطور معناها العصبي نورو ديفلوبمون ليزالتيراسيون اللي هي حاجة ماهيش عادية في المخ واللي يكونوا موجودين قبل الولادة واللي هما مسؤولين على اللغة والمشاعر والتداخل الاجتماعي عند زوتيست تلقاهم متغيرين شوية ولكنهم ناس عندهم حن كبير عندهم كوتي متاع ذكاء كبير عندهم العلاقة بالآخر لازمها بتتر شوية هكا يستنسوا بيه تخو وقت لكن إذا كان حبوا شخصي إذا كان حبوا الشخص أنه معناها يكونوا صحاب برشا معاه وهذه مجموعة عالمية أعطت المثال أكيد أنه في عديد الدول هناك الأمثلة ذي بي افيك دي دوغري ديفيرون بيان سور ولكنه هذا مثال يحتذى به صراحة. فما يعني أريد الشخصيات يعني النماذج معايا اللي هو كومبورتمون ماهوش مالادي تعملوا دي فيلم لي. تعملوا دي فيلم فما تشيمبين عمل فيلم يعني حلو ياسر رين مان ما يحكيش على الأوتيست لا ولا لا يحكي على اللي يقولون بين قوسين من دفرين مونغوليا لا لا تشيمبين عمل رول بتاع أوتيست حلو ياسر ودراما قوي ياسر ما عادش العنوان وعندك في تونس نجيب القاضي زاد عمل فيلم حلو ياسر بيك نعيش البطل نتاعو اوتيست في علاقه مع ابوه اللي يروح من فرنسا كذا يكون فيلم تعدى زاد في برشا مهرجانات على هما احنا رينا برشا تجارب اكيد انه حتى في الميديتيزاسيون نتاعها مزيانه مثلا تلقى في يظهر لي يا 3-4 ans في فرنسا واحده من الشان نسيت شنو هو انه هي شركت ان انفون من الاحتياجات الخاصه ولا الشاب باش انه يكون موجود في الميتيو معاها وهذا معناها الاندماج مفهوم الاندماج انه ما عنده حتى سوم وما عنده حتى فريمون الثمن خاطر الامباكت كبير ياسر على الناس هذوكم والناس اللي هما في الانتوراج هذا عندي سؤال صغير توا انا نشوف من 5 سنين أنس. ولات معناها نقولوا اني ولات فما لهوه بهم واحاطه مال قبل كيفاش كانوا عاملين؟ كانوا يعتبروهم ملاديره قبل كانوا يتعاملوا معاهم على انهم مرضوا فما احاطه ما فمش برشا كانوا يتعاملوا معاهم الناس قاعده تسوفري ولادها ما تلقاش وين تحطها وخاطر مؤسسات الوالدين تعبين البريفي غاليين ياسر وانت تعرف فما برشا مشاكل وتصوروا تون فيديو في تونس برشا مشاكل في تونس فما عديد المشاكل اللي هي كبيره لانه يقول لك انه الولد اللي عنده توحد ما تنجمش تحطه في مدرسه لانه المعلمين والأساتذة ما همش متكونين الهدايا وهذا تنجم تفهمه لأني خدمت عليه وقربت شوية الهدايا لازم التكوين يكون موجود في بعض المدارس لما لا أنه الدولة تعمل دي سنتر موجودين في عديد الولايات باش نجم الولادات هذوما يمشيوا ويتفرهدوا ويعيشوا حياتهم وطفولتهم وشبابهم كيما الناس الاخرين لانه بقيه الدول ماذا بيكم تحلوا شويه جوجل ويوتيوب وتشوف شنو عملوا في المجال هذا بلجيكا من اهم الدول في المجال هذا انا نعرف انسان هاجر البلجيكا من اجل ولده انا قابلته في بلجيكا نسيت اسمه في بروكسل هاجر هو وعائلته باش ولده يقرا في مؤسسه ترعى له ولده وكذا ولده ذكي ياسر ومحليه من المكتب صدقني حتى بالفلوس المره اللي فاتت فما شكون من اصدقائي ربي ان شاء الله يعاونوا ان شاء الله معناها تعرف صعيبه بعد ما قبلوا له ولده هو واخته الصغيره من بعد قالوا له الولد لا راه سمحنا لا من غير فوالا دونك هذا هو هذا هو المشكل واليوم فما برشا ناس انا شخصيا كنت معنا الضيف في عديد المناسبات مع جمعيات اللي تعمل عمل جبار باش انه تحل مدارس وتخدم على ليزوتيست واللي هو جاي من لي بارون اللي يحسوا بهذايا نحب نحيي برشا ناس يكتبون رين مان
يحكي على الاوتيزم انس هذا اللي فيه تشيمبان لا لا فيه داستن هافمان وتوم كروز نهله عمري تقول في فرنسا فما اطفال متوحدين تبهت كي تراهم اذكى من الناس العاديين ماهمش كيفنا ياسر يتلهوا بهم عديد الناس محمد علي الجايبي يقول لك فما سيري ذا جود دكتور اللي هي باغل دا ميدسان اوتيست وهما يعديوا ويسوقوا لبرشا حاجات مهمه واللي هي راه الإنسان هو إنسان مهما اختلف عليك هو إنسان إذا كان يتجاوزه بالنظرة الباهية وبكيفية إدماجه في المجتمع فأكيد بشيكون هو كما احنا نقبلوه هو يقبلنا مايكروسوفت كي قررت القرار هذا ما هيش راي تلوش في لا 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 مش تعمل في الخير مش تعمل في الخير ومش تعمل في إشهار ولا في يوم شوية لا خاطر فما الناس دي كومبيتون لا ومش حكاية كومبيتون ما حكاية شنو على خاطر ليزوتيست الانسان العادي باش يحل العمليه الحسابيه نتاع 38200 في 17000 اي هذا اللي قلناه ياخذ دقيقتين الانسان المتميز عندهم قدره كبيره على الاحتفاظ بالمعلومه واللونجاج كودي والرياضيات العلمي الاكاديمي ياخذ اشتر الوقت هذاك بالنسبه للاوتيست ينجم يطلع غلط يجيب غلط وينجم فك العشرة اوتيست فما زوز منهم يطلعوا لها في سكوندا عندهم وصول الى المعلومه بطريقه مختلفه هذا اللي قلناه المؤسسه هذه الاقتصاديه اللي التطور نتاعها والربح نتاعها يقوم على حاجه مهمه وفاريابل مهم والحاجات والشركات في المجال هذا اللي ما تبعوش الشيء هذا الكل فشلوا ونهاروا اللي هو لينوفاسيون واللوتيست عنده قدره عنده قدره على على التجديد يمكن الشخص العادي حتى المتميز ما يخلطش باش يعملها كيما لوتيست وذاك عليه مايكروسوفت الهامش الربحي معناتها الهدف الربحي اكثر حتى من الهدف الخيري او الانساني سامي واحد اخر ينقدك مش سامي انا سامي يقول لك سامي اتش بي ام اخي علي سامي تقول تريزوميك انس اون دي با مونغوليان نو بعد قلت تريزوميك دار 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 ثقافه نتاع المرسى عبد العزيز جميل عندهم كورال نتاع موسيقى اطفال دي ادوليسون منهم ثلاثه معناها متوحدين سمحني الفيلم تاع شامبان اسمه ام سام ام سام يا واحد منهم ام سام زاد سامي تبع سام صوته من اروع ما سمعت في حياتي طبعا عملنا معاه حفله رمضان عمناه قلت عمناه ما فماش خدمه في قصر السعاده بالمرسى سا بريزونس معناها محلاه وعنده صوت من ابدع ما تسمع. برشا وهما تحيه ليهم اللي هما خذوا معناها خذوا الاخوه هذوما وتلاهوا بهم وامهم الفودي امهم معاهم لكن حتى كان ممكن المجموعه تقول لك انا ما نتحملش المسؤوليه. سي عبد الرزاق مدام هاجر اللي هما دي بارون لي زونفون اوتيست يقول في تونس ما عندناش احساس بانه شنو هو الاوتيزم وكيفاش ان نجموا ندمجوا وليد صغير فوالا Mon fils est autiste, il joue le piano sans savoir lire les notes. Il est doué. La démarche n'est pas la même. Sami Khalil, il dit un autre Sami pour Anas qui s'est trompé. تحياتنا لك سامي والله اليوم تحية من فنلندا في بالك لسامي هيا هيا لسامي هيا هيا سامي ولا 40 سامي هاي شنو هي الحادثة الشهيرة اللي اشتهر بها اللاعب الايرلندي كريس نيكول واللي ترجع بينا لسنة 76 لاعب فوتبول هو اي كريس نيكول شو عمل؟ حادثة شهيرة 76 موش هذاك اللي سالوه في العفو جينا مباراة سيتان جارديان بون عندك حاجة أخرى زادة أنه كي ما يعرفش الإجابة يبيعها لا ويميع بطريقة رانا مذامين لازم ما كانكش تبعته سالوه في العفو جينا عام 76 هو عرف الدات 76 صحيح أنا 76 نعرف حادثة أخرى شهيرة وهي ضربة الجزاء نتاع بانينكا في نهائي كأس أوروبا 76 ما بين تشيك وألمانيا وتشيك هزت بك البينالتي هذاك عام 76 مش هذا مباراة جامعة الجارديان اللي قاعد يلعب في الذباب لا 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 قديمة هذيك أي حاجة على البريطانيين نعطيك هكاك أستون فيلا ولايسستر سيتي مباراة جمعت في 20 مارس عام 76 في المباراة هذه كان كريس نيكول يلعب مدافع مع استون فيلا سجل نيكول زوز اهداف بالخطأ
ضد في مرمى فريق ليستر سيتي. الهدف الثاني وصفه هو شخصيا بأنه أفضل هدف في مسيرته. أما هو بيدو سجل زيدا زوز أهداف التعادل لأستون فيلا. حلوة يا. وفات المباراة هذا الجوار مركز زوزوني وزوزوني فوالا. وفات المباراة بالتعادل 2-2 بفضل الأهداف الأربعة لكريس نيكا. عمرها ما صارت الحقيقة. جميل مرسي باي صارت كان في الحوم العربي لو يصير لو واحد يمركي ضد مرميه وما بونتو مره وحيد زوز برشا. انا فكرتوني في حاجه ضحكتني برشا مره نكوروا في الجينيور ولا شوف اللي ضحكته نهارتها مع صاحبنا لا فايده ربي لا نذكروا عليه لا فايده علاش بلاس اسمع خرج راسه راس الجول الدريبل بالجول خويا وقدامه الكاش حتى المون فرحت الراف الكاش قدامي وفارغه من كثر الفرحه الضعف ارتاح راو اللي ريناه اللي ضحك عمري ما ريت بعد ولا جوار يعني معروف عمل شويه كريم شكون ويعاش بيه لا عاش بيه بالعكس حاجه مش باهيه ماهيش باهيه بالعكس شنو هو الباهي اللي فيها هاي انك ذكريات سبحان الله ذكريات برشا عملوها هكاك اللي الحادثه عندها يمكن 30 سنه ولا يمكن حتى اكثر والعبيد السنه وتحكي عليها الانكدوت كي امبورطون شفت ضحكنا الدور فتحي من فنلندا فيديا من ابو ظبي مرحبا بكم يا وسي لو فيلم دو راسل كرو ان نوم ديكسيبسيون هذا سير جام ها مال ممثل اي طبعا ديفوزي سو سوار سور فرانس 2 t'en fais pas je suis là raconte l'histoire d'une rencontre entre un père et son jeune garçon autiste عبد الرزاق يحكي لنا في الفيلم هذا دونك شكرا لكم تفاعل حلو ياسر وين ما كنتوا شنو المدينة الأوروبية اللي من الممكن أنها تبدل أسامي اللنهجة متاعها بعد دراسة تقول أنه 6% فقط من الأنهجة تحمل اسم نساء فرنسا بدات 6% يحملوا اسم مدينة. نساء من الممكن تبدل أسامي الأنهجة مدينة هي عاصمة أسامي نساء فما برشا فيها معناها فما شوية بالعربية بغلان في مارس 2020 فما بتت. جمعية عملت كارتوغرافي للعاصمة هذية وقالت أنه 6% كهو من لونها جاء تحمل اسم نساء اعتبرت أنه هذا يمثل تميز. معناها بقع يعني اسباس بيبليك فيه عدم توازن تقدمت الجمعية بمقترح يتمثل في تغيير أسامي بعض لونها جاء ويعوضوهم بأسامي نساء وحطوا بلاتفورم على الانترنت باش المواطنين الكل ينجموا يعطيو مقترحاتهم حاليا هما في المرحله نتاع يلموا في المعلومات واللي باش تستمر حتى لديسمبر الخطوه الجايه تمثل في نشر الاقتراحات نتاع الاسماء وكل اسم باش تكون معاه بيوغرافي جورناليست يبرروا بها سبب الاختيار في اوروبا اسم. المدينه هذه طبعا فيينا باش يتم نشرهم على موقع ايكوال ستريت نيمز من بريطانيا ومن بعد باش يتوجهوا للبلديات باش يدرسوا الموضوع هي عاصمة لي غوفر والفريت بروكسل بروكسل بابا بقبيك جبت على بلجيكا خاطر لا على خاطر الشوكولاته زاد في العاده في العاده والغوفر والفريت ليه عاد خليت حاجه اخرى مش مشكله عم ستاره في العاده المدن التاريخيه الاسامي نتاع الانهج نتاعها محميه أي. بمعنى ما يتبدلوش كشيء إذا كان فما هما قانون مختلف يبدلوا ساعات عادة المدن التاريخية عادة قل عادة شو معناها في أسماء الأسماء الأنهج نتاع المدن التاريخية ما تتبدلش معناها شو تقصد المدن التاريخية صديق معناها لي فيل لو كارتيي هيستوريك إي لو كارتيي هيستوريك على نواحي عبد تعرف أنت بروكسل التاريخية علاش قلت لك بتاتر بتاتر يحكيوا على الامتداد نتاعها معناها لا بيريفيري اللي انضافت للمدينة أما المدينة العتيقة معناها المدينة القديمة معناها لو سونتر أوربان من المفروض في المدن العالم الكل هذه قانون معناها عادة أنه معناها في حكم القانون احنا في تونس مثلا يقعدوا هما بينهم في تونس مثلا كان مدينة تونس برك خاطر باعتبار أن سونتر هيستوريك بينما المدن الأخرين مثلا بدلوا أساميهم بدلوا أسامي الأنهج نتاعهم أما في السونتر هيستوريك دو لا فيل دو تونس ممنوع يتبدل الأسماء نتاعهم ممنوع سير جام ها يل بو باس لو بونجور من مونريال شكرا لك مرحبا بك تونسي هذا
اي مغدي يقول لك اسمع فينا ويفهم وكا اكيد يقول لنا جنسيته بعد مرحبا فيديا تقول لك ليمول ليمول يفريت قلت في بروكسل طبعا شنو هي الهدف من الكاري بلون اللي تحط في القنوات الفرنسيه باش يقولوا ما دون السن القانوني ما صغار ما يتفرجوش باش يقولوا البرنامج غير منصوح به للاطفال اول مره استعملوا السينيال دافيرتيسمون لايكا امسا هذا 25 مارس سامحني ما ريتش حط شيء انا في هو ما سيسا قلت له لا نحكي اي كا ام سا نعرف مليح شو قاعد نقول اي انا قلت لك سيسا اول مره استعملوا السينيال دافيرتيسمون هذا 25 مارس 61 وقتها تعدى فيلم ريزامير نتاع جوزيبي دي سانتيس في 64 الكاري بلون ولا مستطيل واللي حطوه في البرامج ولا الافلام ولا فيهم مشاهد عنيفه او مشاهد ما نجموش نشوفوها صغار وسبب التنبيه هذا هو عرض فيلم ليكزيكوسيون في جانفي 61 واللي فيه مشاهد عمل ضجه كبيره الكاري بلون ظهر في مارس من نفس السنه وعلاش قلت انا لايكا امسا يعني سي بيان انه ساعات نعملوا السينيالمون هذا ما تصير الا تخي تخي ياسر معناها حاجه فريمون كي بتقدر تحكي ولا التلفزه تاخذ انيساتيف وحدا تقول لك هذا راه ما يتعداش هكا وهكا ماذا بينا ما يتفرج حتى اللي فائت مثلا السينما بيدا التونسيه كي يتعدى فيلم تونسي في التلفزه بون كانت الوطنيه يسنسروه برشا هم تلمو يسنسروه ما عادش تفهم تندم اللي تفرج فيه عاد من الاجدر والاحرى وانك تعدي ساعه مخر مثلا بعد 10 نتاع الليل وتحط له كل كاريب لو باش اللي معاه طفل يعرف اللي بعده وتخليه انت غلطت على على خاطر ززروهم الافلام لا غلطت على اللي تشتش الازرق هو لا بحث الزرق تونس هذا ما هو كان يجي اي الازرق شكون هذيك في التلفزه شو خلطتي تو تو في 2001 شو خلطتي مش 2000 2001 سي وقت اللي ما وقت اللي 99 2000 99 انا كثر كان فما الكرون الازرق الازرق يخرج يتشتش هذاك العفريت الازرق ولا كي تجي حاجه على السياسه ولا على تونس وعلى قطر كي هبطوا ما عادش راه هذيك الرقابه لا سامحني محليها يعني لا لا انا ضد هذا هو يقصد محليها في محليها دانوسوس الاجواء اللي كنا فيها صح لا مي حتى وقتها مع الرقابه لو موند وتلقى جمعتها يعملوا معناها سونسور الجرايد ما تلفز راهو اليبوك تكسروا برشا تلفز في فيش في تونس مثلا نسبة يعني العنف مثلا تلفز وهي يطلع الازرق والقبقاب يعطيها تقصد لاباري يعني لاباري تكسرت برشا تلافز عدى برشا معاد يلا شنية الثلاثة روايات اللي تتكون منهم رواية ثلاثة روايات تتكون منهم رواية ثلاثية هذه ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية رضوى عاشور فيش رضوى عاشور نعرفها اما كنت ما فيهاش الثلاثية نتاعها سقوط غرناطة فما ساعة واحدة منهم موجودة في الإجابة غرناطة هي غرناطة غرناطة الثانية قرطب لا سقوط سقوط وغرناطة وش اسمه ورضوى غرناطة ومريمة والرحيل روايات ثلاثية غرناطة ما فيهاش حتى نعرف رضوى عاشور الكاتبة المصرية الراحلة هي رواية تكون من ثلاثة روايات هبط ثلاثية معنى ثلاثة أجزاء معنى ثلاثة أجزاء ما زالت تتباع لليوم عند دار الشروق الشهيرة دار الشروق المصرية وهبطت عند أكثر من 20 سنة دونك أحداث الرواية دور في مملكة غرناطة في فترة سقوط آخر المماليك الإسلامية في الأندلس تبدأ أحداثها 1491 عام قبل هو العام اللي سقطت فيه غرناطة بعد بإعلان المعاهدة اللي تنازل بمقتضاها أبو عبد الله محمد الصغير الصغير آخر ملوك غرناطة عن ملكه كي قشتالة وأراجون لملوك قشتالة وأراجون لملوك قشتالة تنازل معناه خرج بيراتو خرج وينوشيها الفتح عطام الفتح تاع المدينة وشرط عليهم أن ما يطيحوش المعاني نحب نسألك سؤال بسيط إلا كان ما خرجش بإرادته مش شخر معناه هو لا مش خرجوه خرجوه بشخلوه هو وقتها ديجا هو خمم في حاجة خمم أنه يحافظ على نفسه وعائلته وسكبي والقتل وواحد وكشي ومملكته ويحافظ على المعالم التاريخية اللي بناوها ما كانش راه بدك تقوه كيما صار في مدن أخرى الكازار دو سيفي
دق دق تاو الكازار الموجود ومبني على أثال القصر القديم العربي في فترة الحكم العربي بدنا دق دقو وبنوا في بقعته. ألو هو خاف على قصر الحمراء وخاف على الجنراليف وخاف على الوعد على المدينة ككل على السكينة فعمل معاهدة معاهدة تسليم. هم محاصرة حاصروه عليه وما كانوا ليه ما عليه ما حاصروه كانوا ممكن يقتلوه ويدخلوا المدينة غصبا ويحرقوها ويسبيوها وكل شيء. خاطر تعرف تاريخ معناتها احتفظ وأنه هو اللي كأنه سلم في بلندرس ليه هو شو سلم هو ولا حول ليه ما عاد عنده حتى وين مشى؟ وين مشى؟ راح رباط المغرب عاش في فاس بقيت عمرك في فاس ومات غادي كما تفون غادي معناها كان ممكن معناها كراوي يرافاجيوها تتساوى مع القاعة. هو ارتكب أخف الأضراء هو مغلوب مغلوب خرجوا مدلة من المفتاح كاريمون وصح المعادة لدرجة هذه في الفترة هذيك معناها المسلمين ضعفوا الدولة العثمانية كانت موجودة وقتها استنجدوا بها قالوا لهم عاونونا قالوا أنت استنوا أنا جاي الدولة العثمانية قعدت موجودة حتى للحرب العالمية وقت الرجل المريض وقت في طنبكها وقت مش في عز طنبكها مازلت مش لها هي بيه قالت الصعرة وإحنا لا نحكي بعد قلت وليت الرجل المريض وقت سقوط غرناطة هي في عز ايامها يا ولادي نحكي مش لهين بي بعد نحكي وليت بعد الرجل المريض بعد مش من انتم هي ما تلهيتش باش لا هي بي لا بحاجه تقيد عليها زاد جغرافيا فما بعد جغرافيا لا كان عينهم كان عينهم كان عينهم يعني. بعد مدة قليلة جاو الجزائر 87 سنة يسلموا فيها بهالدرجة معناها بالطريقة ذي وبالسهولة هذه برجلية هو مش سهولة هو ذكي يسلموا فيها أخيرا هو كان ذكي تفرج في برشلونة أنت وريال مدريد توا تصور غازي هو كان وراه رئيس الجامعة بتاع إسبانيا وديع الجارية ولا غير ولا بارك الله السونس تاع القومية العربية بتاعك ياسر كويس لا برجلية رانا موجودين وإحنا خير من هكا برشا ليه عادي ليه أغزر غازي مش انك تكون موجود وتكون فاعل في العالم وتكون انك انت العبيد تبعك وتسا لازم تكون عندك اداة كبيرة أسمعي. يعني وقتها بزيلت اوروبا في عصور يعني ترجع بدأت النهضة الاوروبية بدأت النهضة وما تنسيش اللي انت راوع بعد اغزو القوة انتعم وقتها ماشيين لامريكا هاي بارنا العام ذاك العام الفرحان لكن عبد الستار اللي حبيت نقول له انه الضعف متاع العالم العربي وقتها في الاندلس يعني العرب في الاندلس ما جيش في سنه واثنين وثلاثه بتاع بتاع 100 سنين يعني بدا من النهار الاولاني لا لا من النهار الاولاني الاخرين دونك يخدموا والاخرين في تراجع دونك لو ريزولتا الي نورمال الاندلس عملوها العرب تعرف شنو عملوها كيما نقولوا نحن نتاع متعه ونتاع شعر لا لا هي كانت حضاره لكن راهو الديمارش نتاع ديكادانس بدات من 700 بعد ولات هكاك 711 تاريخ الدخول الفتح الإسلامي بدأت ديكادونس من وقتها من نهار البداية وليت من أولها ممالك فوالا على خاطر بولا سامبل غيزان أول حاجة الساعة نهار لسقطت الخلافة الأموية الخلافة الأموية في دمشق هرب عبد الرحمن الداخل واستقل بملكها وقطع الى كوبي كور افيك بقيه الدوله بقيه العالم الاسلامي الى كوبي كاريمون علاش التوندونس هذه كانت موجوده عند برشا خاطر كنا نحكموا فوالا ومن بعد شو ما بيتم نهار اللي سقطت بعد سكر الفانا يعني كي سكر الفانا ونهار اللي سقطت الخلافه الامويه نتاع القرطبه ظهرت ملوك الطوائف كل زنقه فيها كل زنقه فيها امير فوالا حتى انه الشاعر قال مما يزهد في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي ألقاب مملكة في غير موضعها كهر يحاك انتفاخا صورة الأسد الله الله يعني هما حتى كانوا ضد بعضهم وحتى بعد يعني مع الملوك الأوروبيين كانوا يقودوا ببعضهم والدسائس لبعضهم يتعارك الخو مع خو يمشي بيع وما نساوش اللي غرناطك تحت اخر مدينه قبلها تاع 150 سنه هاي معناتها 150 سنه
في غرناطة الأخرى أي معناتها مدينة صغيرة في إسبانيا في شبه الجزيرة الإيبيرية وحدها وقامت 150 سنة غرناطة مزيانة ياسر كم جيلة أنا يظهر لي معناتها فاتت العمر نتاعها ياسر مزيانة أي مزيانة وهي قرطبة تحت قبل برشا إشبيلية تحت قبل برشا طوليت ولا قاعة كلهم شامبيونات إسبانيا كل كانت عندنا يلا إينيس يا فما فو ترافيك شيل في باور Carburant premium, il y a-t-il motor karaptik akther nage au fa'ile. Shell V-Power Super sans plomb et gasoil sans soufre élu produit de l'année 2020. مسيكم بالخير ومرحبا بكم على يافام. في تونس الحركة زادت تعطلت على الإكس دو اللي جايين من حي الخضرة في اتجاه المنزه. كيف كيف الضغط زاد على جي بي 8 نيفو شرقية في اتجاه حي النزهة. على جي بي 10 فما اكتظاظ اللي جايين من سكرة في اتجاه أريانا نيفو برج الوزير. وفما زاد اكتظاظ على روتيكس في اتجاه كومبوس المنار. فما ضغط كبير في شارع الحبيب بورقيبة نيفو استاد المنزه. كيف كيف على الإكس 20 فما اكتظاظ نيفو حدائق المنزه في اتجاه حي رفاها. فما ضغط نيفو الانطلاقة اللي جايين من حي التضامن في اتجاه المنيهلة. الحركة معطلة في السختي ويست للي جاي من غونبوان بندحة في اتجاه الحريرية. في شارع عشيد لي قليلة فما اكتظاظ في اتجاه باب العسل. وفما امبوتياج نيفو نفق باب سويقة في اتجاه باب سعدون. الحركة معطلة في خارج تونس الجنوبية من لوتوروت ان نيفو دي بوزفيل. وفما تعطيل للي جاي من سيدي رزيق في اتجاه لوتوروت نيفو مقرين الرياض. الحركة رزينة على الاخ 33 نيفو بير القصعة في اتجاه المروج. فما ضغط للي جاي من غونبوان سوق الكراهة في اتجاه المروج. الحركة معطلة في شارع يسر عرفات في اتجاه المطار نيفو تيرمينال 2. فما تعطيل في داخل العوينه في اتجاه سكره. من جهه اخرى زيد كيف كيف فما تعطيل للي جاي من سكره في اتجاه العوينه نيفو حدائق العوينه. في لاك 2 فما ضغط للي جايين على الاخ 33 نيفو سفر تماريكيا. الحركه رزينه على جي بي 9 في اتجاه المرسى نيفو عين زاوين. على جي بي 10 فما امبوتياج نيفو غونبون سبيتال المونجي سليم. على الاخ 33 الحركه معطله للي جاي من رادس في اتجاه بن عروس نيفو المطبع الرسميه. في سوسه فما ضغط على طريق الحزاميه للي جايين من سهلول. سينون الحركه عاديه في بقيه الولايات. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيم انفو ترافيك. واللي عنده معلومه تهم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. سيسوا روحكم في الكياس وطريق السلامه للناس الكل. Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il motor karaptik akther nage au fa'ile. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre élu produit de l'année 2020. كل سبت كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل. انا ما درت رابر و اي اف ام مرت ما زرت الصغير ما كبرت وقت اللي انا مبوج يقول لي انت شدرت كوكي وقال لي مرت سرت اي ام جيت ان ها سرت سرت جيت باك خلي الناس الكل تفهم اللي انت جيت باك 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 يا ويري ذا اتاك ويري كليك كلاك رابر تشيك 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 سلام دانك افي ويري تو ما شاك هذي رابر Sweet rap, old school with rap, and we don't stop. Cookie girl, I get 'em up, hit 'em up, beat 'em up. Rap early, sit 'em up, sit 'em up, sit 'em up. برنامج الراب الأول في تونس رابور. الأكيد أن الناس الكل يخموا على مستقبلهم ومستقبل صغارهم وماذا بيهم يخزروا الغدوة وهما مرتاحين، أما قليل منهم اللي يحسبها بالصحيح. أسيغونس كارت في سهلها عليك وبعقود الادخار تخليك تحافظ على مدخولك في الغدخات وعلى قراية أولادك الجامعية ومستقبلهم المهني تهنيك. والأهم من هذا الكل، أسيغونس كارت في تعطيك الفرصة باش تدخر وتستثمر فلوسك بكل أمان وبضمان أعلى نسبة للمردودية مع الامتيازات الجبائية الهامة. مش هذا برك، إذا صار لك ظرف طارئ أسيغونس كارت في تقف معاك وهي الوحيدة اللي تمكنك من سحب نسبة المدخرات اللي تضمنها لك شروط العقد حتى في عامك الأول من الادخار. مع برامج الادخار متاع أسيغونس كارت في احسبها بصحيح. لمزيد المعلومات اطلبونا على 71-184-073 ولا زوروا موقعنا carte.tn. التوا كي بيلي باش نكمل فيسا يا اخي قاعده نحكيو على البروجرامز والقرايه اونلاين ولات الحاجه جزاف الفاك بتاعنا. تقراو اونلاين في لابي بي اس؟ اي ولينا نقراو اونلاين. نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي. انت زيدت نجم تكمل ماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاه ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت. تي اما انا ما قريتش بزنس. وذ نيو ماستر اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن ما يقلقش نو الباك جراوند تاعك يو كان ابلاي. انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت APBS tunisia.tn والا على الفيسبوك بيج افيسن برايفت بزنس سكول. اوكي تنتعدلهم من غير ما تمشي للفاك ادخل اعملها توا اونلاين.
تصور نهار وانت عند العطار تلقى كعبتين تناب يحيروك كيما فيلم ماتريكس دبوستين وكل واحدة وجوها. واحدة موف تهزك الموند وفيه غرامك اللي تحبه، واحدة صفرة تهزك العالم فيه غرام اللي تشيخ عليه. نحكي لك على ليديسيون ليميتي الجديدة متاع تناب، كل واحدة تنسيك في اختها، يا بنت التوت والرمان واللاساي، يا بنت الاناناس ولي فروي دو لا باسيون. وكان قالوا لك اختار جاوب ناخذهم الزوز. دانب إديسيون ليميتي حفلها بغرامك. شبيك اليوم قلت لي صح الحجامة؟ يا أخي كل يوم هو مرة برق قلوها صح الحجامة. أو يا غورديليس كل يوم يقول لي يعطيك صحة. على خاطر بالحق يا غورديليس يعطينا الصحة كل يوم، كل يوم يعطينا كمية من الكالسيوم والبروتيين والفيتامينات اللازمين للتوازن الغذائي نتاعنا، البدن يولي قوي يقاوم كل شيء. يا غورديليس يعطيك الصحة. يا غورديليس فخوي تركيبة رطبة وخفيفة حضرناه وأبن غلة زدناه باش مع كل مغرفة ذوق أبن ياغورت ومعاه بنة الغلة. ديليس فخوي بنتها بغلتها. Envie d'une voiture élégante, économique avec une tenue de route irréprochable, optez pour la Skoda Octavia 2 litres diesel en exclusivité à partir de 74 000 dinars. Venez vite la découvrir chez Skoda Narl Automobile La Coulette et dans son réseau d'agences officielles Asfax et Glombelia. Pour plus d'informations, appelez le 36 036 036. حبيتونا في اليوغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جوج بنات. وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانة أوديليس، الماء الجديد متاع ديليس يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة. ما ديليس صفي بدنك. أحلى ضحكة. علاه جيت من بيرو؟ جيت على سقية واحدة واحدة. نقصد علاه جيت، عندك حاجة مقلقتك؟ لا بالعكس، الحاجة ما هيش مقلقتني حتى طرف. سفا أنا وياها كيما زيد فوق الماء. لماذا أتيت إلى الطبيب النفساني؟ أنا لم أتي إلى الطبيب النفساني، أنا أتيت للسيد سليمان الأبيض. يا ولدي أش عندك؟ فلوس؟ لا، باش تحس؟ نحس بقلبي. يا ربي علاش بعثت لي حالك من هكا على الصباح يا ربي؟ لا، أنا بعثني طبيب الأعصاب. بعثش معاك جواب لي أنا. جواب علاش بيني بوساجي أنا خرار مرارة. كل يوم غاسين كاري جديدة على إيفام من 5 إلى 7 متاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. جروب اليوم شادي عرفاوي، ركز شوي. لا ما والله مركز مع اخويا غازي، حلمتوا الكليب باش يعملوا، قاعدين هكا نشوفوا في اللوكيشن. لوكيشن يعني بلغه المسخ عبد الستار نعاونوا، قال كل شيء قاعدين اننا خليها في العقل، خليها تطبخ. لا هو توا ما هو ناس بالمالك، ما انه الكليب رقم 22 هو في التاريخ. هو جدوله قال لي ما يلزمش نعملوا حاجه اقل مستوى من الباقي، فهمت؟ يشرفني بحضوره بطبيعه الحال. برنقه باش يكون هو بطل معاك يا خويا معاك. ها هي لوحه رسام معروف تسرقت السنه من متحف في هولندا، هي هي لفان جوغ. شو اسم اللوحة؟ هي حديقة الربيع، مش هذيك اللي سبرينغ جاردن، هذيك مش اللي عض فيها وذنه. لا 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 تاع القهوة إذا اللي تعرف كان هذيك الفان جوغ. فما واحدة فيها بلاس هكا صغيرة، مش هو كيقول هولندا نقولوا فان جوغ اوتوماتيكمان. سبرينغ جاردن أعلنوا في نهار 30 مارس 2020 على أخبار سرقة واحدة من أشهر لوحات الفنان الهولندي فان جوغ من متحف سينجر في هولندا، وصارت السرقة كي تسكر المتحف بسبب انتشار كوفيد 19. اللوحة هذه سرقت، هي لوحة حديقة الربيع اللي استوحاها من حديقة القسيس فيكاراش جاردن الموجودة في قرية نيونن الهولندية اللي كان يعيش فيها. رسم فان جوغ اللوحة في عام 1884 وما صارش لتوا تقييم سوم اللوحة دي. أما كنا نرجع لآخر لوحة تبعت الفان جوغ وهي لوحة بورتري اوف دكتور جاشي في عام 90 بسوم خيال أكيد 100 مليون دولار أمريكي. لا توا راهو أضرب فاسات خمسة ولا يتوقع الخبراء اللوحة هذه باش تتباع بأغلى برشا من هكا. فان جوغ حتى القهوة الرسام اللي عاش ميزر ميزيلة ما تبشر
مارجينال معناها معدم ما عنده حتى فرنك كان معناها يعيش حياة تسمع يا سامي تسمع على خاطر ما كانوش فاهمين ريت سابق عصره كان كانوا فاهمينه ما يذكرنيش بيك حتى طرف شكون نخرك نحكي على روحي حبيت نعطيك روبارك ريت كيفاش وحدك هذاك ضميرك انبك وخرجتك ما نتصورش انه كان هو شخصيا من بعيد معناها كان نغزة وشفت الفيلم اللي تعمل عليه والمسلسل الايطالي زاد كيف كنت تعمل عليه ما نتصورش اللي هو كان حاسس بحاجه نقصت لا لا هو اللي فيفي كم ساعة هذيك حياته هذيك هو هكاك معناها برشا رسامين هكاك لا برشا رسامين اما تلقاي تشكى من الفقر ولا يتشكى فلاتات فان جوخ وفلتة من الفلاتات هو هو كان هكاك معناها هو كان يحطه في قصر يخرج منه طبعا ايه يقعد في بيت العساس لا لا يعني حاجة حاجة أخرى وحفيدو تعرفوا شو صار لحفيدو صار لحفيدو حفيدو ما ولا زعيم حزب حزب يميني متطرف فقتل واحد مغربي تيو فان جوك بالحق معروفة قضية تيو فان جوك هو ودايور فهم مشكلة في اللي قتلوا هذاك المغربي فهم حكاية من عشنية حزيلو قتلوا واحد مغربي مرتبطة بيه مرتبطة المغربي هذاك عشنية دخل لي وقت الحسن الثاني يظهر لي ولا حاجة كاية مش خف حسي حاجة فما حاجة وراء الانتخابات الأمريكية اللي فاز بها نحكيش اكتواليتي انا من جو بايدن قديش يسوى الراتب التقاعدي ماهوش في الاكتواليتي هذايا اللي تخصوا الحكومه الامريكيه للرؤساء السابقين بعد انتهاء مدتهم النيابيه سمحني. اكيد ارخص من اللي عندنا احنا راتب تقاعد سنوي لا سنوي سنوي لا انا قديش زوز مليون دولار زوز مليون دولار اكثر لان هذول اللي عندهم عقولات يفكروا بهم بالكداي سانو دو با دي باسي يمكن ل 150 ميل دولار ولا حاجه 150 في العام لا لا انا نحسب له 112 مليون دو دولار راتب تقاعد يسوى 200 الف دولار سنويا هاو قريب انا وقت اللي غادر الرئيس الامريكي البيت الابيض تخصص له الحكومه راتب تقاعدي يسوى 200 الف دولار في العام معاه بعض التعويضات كاسكروتات سيارات دبلوماسيه تامين صحي بريد مجاني حمايه امنيه مدى الحياه لي ولعائلته الكل والرئيس السابق عنده الحق يوظف شخص على نفقه الدوله يكون مسؤول على اداره اعماله الرؤساء السابقين عندهم زاد الحق باش يطالبوا باموال اضافيه مثلا جورج بوش الابن خذا من الدولة أكثر من 2 ملايين دولار أمريكي خصصهم المكتبته الرئاسية والموظفين اللي فيها واللي هو أكبر مبلغ خذاه رئيس أمريكي عند التقاعد فما مصادر أخرى للدخل كيما المؤتمرات والمحاضرات اللي دخل برشا فلوس نحكيه أيضا على صفقات إصدار الكتب أوباما مثلا وقع بعد شهر من خروجه من البيت الأبيض عقد لكتابة مذكراته ب أو دربوين ها مليون دو دولار 60 مليون دولار 60 اعرف يمشي البلاصه فونت كوميرس اما قبل 1958 ما كانوش رؤساء امريكا ياخذوا حقوق ماديه بعد التقاعد لازم راهو وكيموت الرئيس يعني اولاده الله يرحمه كيموت مرته زوجته بتبيعها هو شنو الهدف مانيته كانت تكون رئيس امريكي انت شنو الهدف باش الرؤساء ياخذوا راتب محترم حتى رئيس بلديه ما دخلته وانا مع التوجه هذا لانه الرئيس اذا ما يبداش ما مهتم بالمستقبل نتاعه ويبدا ينجم يبيع البلاد في صفقه واحد ياخذ كوميسيون 1000 مره اكثر من يعطي اسرار 200 الف ليه معناتها مش اسرار صفقه معناتها في تونس كبار الدوله قبل الثوره نحكي ما نحبش ندخل في الاكتواليتي يا اخي قداش من صفقه تم تحت التال وخذوا فيها كوميسيونات وخسرت فيها تونس باش خذوا كوميسيون دونك خلي امريكا معناتها دي مليار دو دولار دونك مهم جدا وانه يشعروا بالامان حتى كان يخرجوا من الرئاسه شكرا ما يفقروش ميرسي انس عايشك يا سيم يلا ميتيو اخبار الرياضه وبعد نرجع في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.